السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في يوم جديد من قناة وصفات مطبخ غدا زين. النهاردة عملنا مع بعض الحواوشي الاسكندراني في البيت من الف للياء، من اول العجينة بتاعته لحد خلطته وخبزناه مع بعض. تعالوا مع بعض نشوفه عملناه ازاي، سهل وبسيط. وبصوا طري ازاي، شايفين؟ بصوا سواه حلو من وراه ومن قدام، اهو شايفين من فوق من تحت سواه كويس جدا. وانا قطعت كمان واحد اهو عشان برضو اوريكم جوه اللحمه فيه مستويه حلوه جدا اهي، شايفين؟ شايفين طري ازاي، طري جدا ومستوي حلو. يلا نشوفوا مقاديرنا عملناه ازاي النهارده. بس بفكركم بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس قناه وصفات مطبخ غدا زين عشان يوصلكم كل جديد مننا، ويلا بينا علشان ما نتاخروش على الغدا بتاعنا ونعرفوا عملناه ازاي النهارده. مقادير الحواوشي بقى معايا زي ما انتوا شايفين كده، هتتقسم لمقادير العجين بتاع العيش ومقادير الخلطة بتاعت لحمة الحواوشي، تمام؟ انا معايا الاول هقول مقادير العيش، معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا كوبايتين مية دافية، وطبعا قبل الزيادة والنقصان المية قلنا حسب نوع الدقيق، ومعايا معلقة صغيرة خميرة، معلقة سكر، نص معلقة صغيرة من الملح، تمام؟ ده بالنسبة لمقادير العجين. مقادير بقى خلطة اللحمة، معايا لحمة مفرومة ده نص كيلو، وثلاث بصلات وسط، قرنين فلفل كوبي كبار، معايا حزمة بقدونس، معايا مرق الدجاج، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة ملح، تمام؟ هنبدأ طبعا في عمايل العجين الاول، على بال ما يخمر هكون انا عملت الخلطة بتاعت اللحمة، تمام؟ نبدأ بقى مع بعض ونسمي الله ونبدأ في العجين مع بعض. معلش يا جماعة، انا اثناء التصوير الكاميرا قفلت مني ما خدتش بالي، فالخطوة اللي فاتت بس اللي هي انا حطيت فيها الدقيق على الخميرة والسكر والملح، قلبتهم على بعض وحطيت اول كوباية من المية، وتاني كوباية بدأت احط منها حبة حبة. انا اسفة الكاميرا قفلت مني وانا مش واخدة بالي، فقلت اكمل برضو معاكو. انا ما فاتش ياما، هو بس مجرد ان انا حطيت كل الحاجة على بعضها، قلت حطيت دقيق على معلقة صغيرة من الخميرة، و ده نص كيلو دقيق، ومعلقة خميرة، ومعلقة سكر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وحطيت كوباية مية دافية، ودافية مش سخنة ولا باردة علشان خاطر تساعدلي على خمر العجين. والكوباية التانية حطيت حبة حبة، مش هحطها مرة واحدة علشان العجين معايا ما يبقاش طري قوي ومعرفش ألمه، فاضطر ان انا ازود دقيق، تمام؟ بس اهو كده. يا بصوا انا الكوباية التانية باقي ربعها محطتهوش. هبدأ بقى ايه اعجن بقى في العجينة كده حوالي 5 دقايق. العجينة بتاعتي اهي بعد مرور حوالي 5 دقايق من العجن، صارت بقى عجينة ناعمة خالص. هبدأ بقى ان انا اجيب البولة اللي انا كنت بعجن فيها في الاول، وهرشها شوية دقيق، وهحطها فيها وهغطيها بأي حاجة، بفوطة نظيفة او بستريتش او بكيس بلاستيك، لمدة نص ساعة، على بال بس ما احضر الخلطة بتاعت اللحمة بتاعت الحواوشي. تاني مرحلة بقى في عمل الحواوشي اللي هي الخلطة بتاعت اللحمة، هجيب بقى الكبة بتاعتي وهنزل بكل المقادير بتاعتي فيها. حط البصل اهو، موضوع سهل وبسيط، مفهوش اي حاجة، ولو عندك عجان برضو هيسهل عليكي اكتر في عجين العيش بتاع الحواوشي.
وهحط كمان الفلفل اهو مع البصل، هديله ضربه كده، وبعدين احط البقدونس هديله ضربه كده. شايفين؟ هبدأ بقى اكمل بقية المقدار، هحط بقى البقدونس كمان اهو. حاول اقلب بس الخلطة دي، انا ما بعصرش البصلة علشان المية اللي في البصلة دي لا، وهو بيستوى بتنزل طبعا على العيش، بتطريلي العيش بتاعي ما يبقاش ناشف. حط بقى الملح والفلفل الاسود، حط كمان مرقة الدجاج معاهم، واضربه ضربة كمان بس كده. تمام خلاص الخلطة بتاعتي بقت جاهزة. خلاص اهو جبت بولة بقى هنزل فيها الخلطة بتاعتي. هنزل بقى باللحمة اهي. هعجنها بقى بإيديا كويس. الملح انا حطيت معلقة صغيرة، معلقة شاي ملح، وحطيت مرقة الدجاج. خلي بالكم مرقة الدجاج بتبقى مالحة عشان ما تزودوش الملح قوي ويطلع الخلطه بتاعت العيش بلحمه حاده قوي منه. وبرده اللي عاوز يعني يزود المذاق ده حسب رغبه كل واحد. تمام هي كده خلاص. هروح بقى اجيب العجين بتاعي وابدا اشتغل فيه. العجينه بتاعتي اهي، بعد ما سبتها حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع خمرت، هبدا ارش بقى شويه دقيق وانزل بالعجين بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اساوي فيه اهو زي الرول كده علشان ابدا اقسمه بقى حوالي 8 كريات، واخلي ايدي ميزان ان هم يطلعوا كلهم تقريبا سوا بعض. وهجيب صينيه هرشها برضو بالدقيق وهبدأ بقى ارصهم فيها، وابقى عارفة انا رصيت انه الاول، لان اللي رصيته الاول هو اللي هيبقى ارتاح اكتر وهبدأ اشتغل فيه. حاول اقسمهم قد بعض زي ما انتم شايفين كده اهو. لو حسيت واحدة كبيرة شوية ممكن اقللها. تمام، في ناس بكورها كده على البلانشة، يعني زي ما انت عايزة تكورها كده، عايزة تكورها بين كفين ايدك، المهم ايه تظبطيها يعني. بس كده خلاص هسيبها بقى ترتاح. انا بقى ايه جهزت الصاج اهو، ده الصاج الزنجو اللي بيبقى موجود في الفرن من تحت. انا بخبز فيه، بدهنه حبة بسيطة زيت، وببدأ احط فيه العيش بتاعي. هوريكم ازاي. انا حطيت كده اهو نقطة صغيرة من الزيت فيه، وبمنديل نضيف هبدأ اوزع الزيت ده فيه. ليه بالمنديل؟ عشان خاطر ما يبقاش فيه ياما، انا عايزاه بس يعني طبقة بسيطة عشان خاطر بس العيش بتاعي ما يلزقش. ده بوزعه كده بالمنديل، منديل كلينكس يكون نضيف بس كده اهو. شايفين؟ بس وهبدأ بقى ارص فيه العيش بتاعي.
هبدأ بقى أفرد في اللي بدأت في فيهم من الأول، هما بيبانوا بيتنفخوا الأول يعني. هاخد كده طبعا برش عليها دقيق وهبدأ أفرد عليها زي ما انتوا شايفين كده اهو بالمنشبة بتاعتي او المهردنة. هعمل معاكم بقى واحد تاني اهو، وبعدين بقى انا هكمل الباقي لوحدي وارجع لكم بعد ما اخلص كله. بس هعمل معاكم واحد تاني اهو، بنزله كده وببدأ افرد فيه اهو بالمنشبة. الحواوشي في البيت سهل خالص، ما فيهوش اي حاجة، والعجينة بتاعته ما فيهاش اي حاجة خالص اهو. افرد كده طبعا، هو انصص كده احسن، بيبقى زي الساندوتش الولاد ياخدوه ياكلوه على طول. باخد اللحمه اهي وبفرد كده في نصه بالظبط، يعني على نصه، والنص التاني بتنيه عليه. كده اهو، وبعدين هقوم واخده النص التاني قافله عليه ومطبقه كده الحروف اهو باينه. طلعه قدام شويه عشان تشوفوه اهو، شايفين بعمل ازاي؟ اخد كده واتني لفوق، اخد واتني لفوق، اخد واتني لفوق، في الاخر اسويه كده اهو، واقوم رصه بقى في الصاج بتاعي. اما برصه بسيب بينه مسافات شويه، هخلص شايفين رصه بينه مسافات ازاي، هخلص بقى الكميه كلها وارجع لكم. انا خلصت اهو الحواوشي او العيش بلحمه بتاعي اهو، شايفين رصصته ازاي. بسيب فروقات بسيطه كده بين كل رغيف ورغيف علشان خاطر لو خمر شويه ما يلزقش في بعضه. تمام، انا بقى مش هدهن وشه ولا سمنه ولا زيت ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، انا هعمله زي ما بنعملوه بره. تمام، بندهن وشه ايه معايا اهو، ميه في الكوبايه والفرشه. لو انت عندك ازازه اللي هي فيها بخاخ بتعملي بيها الموضوع دوت، بتبخي على وشه ميه زي ما الراجل بيعمل وهو بيدخله الفرن. ما عندكيش بتتصرفي كده زي اللي انت بتبلي الفرشه ميه وتبداي كده بصي على وشه اهو كده، وتقومي بله وشه كده زي ما الراجل بيعمل. تمام، وهو بيدخلهن الفرن بيقوم بالي الوش، وبيعمل كده كمان برضو في الفرن الفينو، ان هو بيرش ميه كده على وشه وهو طالع وهو داخل، شايفين ازاي؟ بس كده. وبولع الفرن على اعلى درجة حرارة او الدرجة الاقل من اعلى درجة حرارة شوية حسب قوة الفرن بتاعك. يعني انا عندي بولعها على 240. شوفي انتي الفرن بتاعك درجاته ايه، لان بيختلف من فرن لفرن. هي ما بتبقاش اعلى درجة الدرجة اللي قبلها على طول، عشان اعلى درجة هتحرقه بسرعة ومش هتبقى اللحمة مستوية جوه. تمام، انا كده دهنت وشه كله اهو ميه، هدخله بقى على الشبكة. وبعد حوالي 10 دقايق هرفع كده واشوف من تحت، لو لقيته من تحت خلاص اتحمر هقلبه على الوش التاني. هوريكم برضو في المرحلة دي. حوالي 10 دقايق شايفين اهو بدأ يستوى، باين او ان هو بدأ يستوى من تحت. بقوم قلباه بقى كده، شايفين استوى من تحت ازاي، بقلبه بقى كده اهو شايفين كده، وهبدأ أدخله تاني حوالي 10 دقايق تانيين كده اهو. مش ممكن ما تقلبوش تولعي الشواية، بس أنا بحب أقلبه أحسن، الشواية هتحمر فوق وتنشفه بسرعة
ومش هيكمل سواق، انما كده هيكمل سواق. تمام، هدخل 10 دقايق تانيين واطلعه. انا اهو بعد ما قعد 10 دقايق تانيين بعد ما قلبته طلعته خلاص اهو من الفرن، شايفين جميل ازاي ومظبوط جدا جدا جدا. قلت لو مش عايزه تقلبيه كده زي ما انا قلبته ممكن تولعي عليه الشوايه، بس الشوايه بتقوم محمراه ما بيقعدش دقيقه، فانا بخاف يكون اللحمه اللي جواه مش مستويه، انما لما بقلبه كده بياخد شويه وقت كمان. وشايفين اهو سواه حلو مش محروق ولا اي حاجه. دي تحميره مطرح ما قلبته. طبعا جربوه بطريقتنا هيعجبكم خالص، بس انا عايزه اقول لكم ملحوظه، اول ما بطلعه كده من الفرن بغطيه باي فوطه مطبخ نظيفه عندي شويه على بال ما يهدى علشان وشه ما يبقاش ناشف. تمام، يا ريت تجربوا الحواوشي بتاعنا هيعجبكم جدا، وتقولوا لنا رايكم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، وشكرا لكم.